مختلف، وبعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس الواقع فيه 22 تشرين الأول 2020، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى فخامة الرئيس عند الساعة 1:30 السيد سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة بعبدة 22/10/2020. انتهى البيان. ضغط الرئيس الحريري 65 صوت، عدم تسمية 53 صوت، غياب صوت 2. يلا يعطيكم العافية.